هم تصدقه. نفس الإعلام اللي استخدم من 14 قرن في تشويه صورة المسيحية والمسيحيين، إعلام استخدمت فيه كل الأساليب حتى الرخيص منها لتشويه حقيقة المسيح والإيمان المسيحي ليظهر مشوه ومرفوض. تشويه طال كل شيء في المسيحية، العقيدة والإيمان والمفاهيم وحتى الأخلاق، فأصبح التهجم على المسيحية قرآن يتلى أثناء الليل وأطراف النهار. إعلام أظهر المسيحيين مشركين يعبدون ثلاثة آلهة مع إن لهم رب واحد، يدعون إن المسيحية تؤمن بأن الله تزوج وأنجب ولد، مع إنه لا يوجد مسيحي واحد في العالم يقول ذا الكلام أو حتى يقبل فيه. إعلام أنكر حقيقة صلب وفداء السيد المسيح، وقد أثبتته الأدلة والبراهين التاريخية وشهادة الشهود وبشارة التلاميذ. وزد